بسم الله الرحمن الرحيم. سلم أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. ليلة في بيت النبي أسعد لحظات العمر وأجمل ليلة في العمر، يوم ما تقضي ليلة ببيت حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده عايز أقول لك إن ما ينفعش نروح نزور حبيبك صلى الله عليه وسلم من غير هدية، ولذلك بنوه طول الأسبوع معاكم من خلال SMS إن شاء الله بالتواصل الجميل الحلو اللي دار ما بيننا وما بينكم، وبالSMS والهدايا الجميلة اللي بتوصل لنا. عايزين نشوف كل أسبوع مين اللي هيقدم أجمل هدايا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بتوصل لي أحيانا هدايا جميلة جدا، بس المشكلة إن ما بقاش مكتوب على اسم فما بذكرهاش. فعشان كده محتاجين إن احنا إن شاء الله ربنا يبارك فيكم، اللي يبعت هدية يبعت اسمه إن شاء الله، وربنا يأجرنا وأجركم يا رب العالمين. منتظر تواصلكم خلال الحلقة، وهستقبل اتصالاتكم إن شاء الله في آخر الحلقة، ومنتظر SMS إن شاء الله مش في الحلقة وبس، طول الأسبوع إن شاء الله. وزي ما قلنا البرنامج ما هوش خاص فقط بالعلاقات الأسرية وبالحياة الأسرية، إنما هو خاص إن شاء الله بحياتنا كلها، بإسلامنا، بديننا، بحياتنا. إن شاء الله البرنامج يكون منهج حياة لنا كلنا إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تعالوا نخش بيت النبي، تعالوا نقضي أجمل ليلة في حياتنا في بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بس التأشيرة لازم تدفع، لازم تدفع، والدفع عندنا انك تصلي على النبي. مش هقول لك واحد ولا عشرة ولا مرة ولا عشرين، عشان ما يقولوش ده بيألف ومن دماغه بقى، ولا لا لا، براحتك خالص زي ما انت عايز. كتر من خير ان زدت فهو خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه: حبيبي، اخويا، اختي الفاضلة، والدي ووالدتي، اسرتي الغالية، احنا دلوقتي داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هنقضي ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكل هدوء، كل أدب، كل سكينة داخلين بيت النبي. حقيقة حصل لنادي موقف عجيب جدا جدا، كان الموقف ده كان نفسي أقف معه من زمان، لكن جه الوقت اللي احنا نقف فيه مع الموقف دوت. الحديث رواه البخاري والنسائي، وأنا يعني همزج بين رواية البخاري والنسائي. اللي حصل إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان في ليلة من الليالي، كان أو في يوم من الأيام كان موجود عند أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو قاعد مع أمنا عائشة. راحت أمنا، برضو أمنا الغالية، برضو أم سلمة، اللي طبعا الرواية ما كانتش موضحة الاسم في عند البخاري، لكن موضحة الاسم عند النسائي، إن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كانت ما شاء الله كانت ماهرة جدا في الطبيخ أكتر من أمنا عائشة. فراحت إيه، أول ما عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم عند أمنا عائشة، راحت طبخة طبخة حلوة كده، وراحت بعتها. الله أعلم بقى، حبت تعرف النبي من باب يعني شغل الجارات مع بعض، وبنقول جارة أحسن من لفظ ضرة، بنقول إن الجارة بتحب توضح لجارتها برضو إنها ممكن تكون أحسن منها في الطبيخ أو غير ذلك. فبعتت أكل حلوة كده وراحت بعتها مع الخادم أو مع الخادمة. فأول ما خبط الخادم أو الخادمة، فتحت أمنا عائشة، فإيه دوت؟ قالوا لا، ده أكل بعته أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بأمنا عائشة في اللحظة دي راحت عملت إيه؟ ترفزت جدا، زعلت جدا، ضايقت جدا، راحت ضربة الصحفة الإناء اللي كان فيه الأكل وكده، وراحت ضرباه، راح نازل على الأرض متكسر 60 حتة. مين اللي قاعد بقى في الوقت دوت؟ حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ومين كمان قاعد معاه؟ الصحابة، كانوا رايحين يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راحوا يزوروا النبي لقوا الموقف ده حصل. طب النبي يعمل ايه في الوقت ده يا جماعه؟ زوجته بعت له اكل، فزوجته برضه اللي هي أمنا عائشة راحت مكسره الصحفه بالاكل اللي فيها. فيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ لو انت مكان النبي بالله عليك قول لي هتصرف ازاي؟ قول لي يعني اقل واجب طبعا الزوجه ممكن تاخد لها طلقه كده على المشي، واخد بالك؟ يعني طلقه سبيشال كده، واخد بالك؟ او على الاقل يعني مثلا يعني ممكن واحد يعني شوية بهادي شوية، فممكن يعني يضرب الزوجة، أو ممكن يقول لها كلمتين مش حلوين. النبي ما عملش حاجة من الكلام ده خالص بالمرة يا جماعة، لا طلقة ولا ضرب ولا كلمة وحشة أبدا. ده حبيبك سيد ولد آدم اللي ربنا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قام النبي يا جماعة بكل هدوء وتواضع وسكينة ورحمة وود ورفق، ولذلك عنوان الحلقة النهاردة نعمة الرفق.
راح قايم وراح لامم الصحفة اللي اتكسرت ولامم الطعام وشالهم وادهم لأمين عائشة وأمرها أن تصنع طعاما آخر وتحطه في صحفة تانية وراح مديه للخادم أو للخادمة وقال طعام بطعام وإناء بإناء. خلصت المشكلة صح ولا لا؟ خلصت فعل المشكلة. ليه نعمل مشكلة من ما فيش مشكلة؟ ليه نعمل مشاكل من حاجات بسيطة جدا؟ يا جماعة الخير والله الذي لا إله غيره إن 99% النهاردة من المشاكل اللي موجودة في بيوت المسلمين مشاكل بسيطة جدا وعلى أسباب بسيطة جدا. بل إني أنا لما كنت يعني سبحان الله لما كنت أجلس للصلح بين زوجين كنت أجد إن أغلب المشاكل أو أغلب أسباب الطلاق اللي حصل النهاردة في بلاد المسلمين أغلبها أسباب سامحوني في منتهى البساطة ومنتهى التفاهة. حاجة بسيطة جدا، زوجة غلطت مع الزوج قالت له كلمة معينة، بصت له بص معينة، خلاص أنت طالق. عملت الأكل، الأكل مش مظبوط، أنت طالق. أمور بسيطة أخويا وحبيبي، الأمور دي كان النبي بيعديها، حاجات بسيطة. وإحنا لما اتكلمنا عن حديث أم زرع قلنا إيه؟ قلنا قول الرجل الأعرابي إن خير الرجال الفطن المتغافل. لما الزوجة قالت إيه؟ إن زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد. الفهد معروف إن هو عنده تغافل كثير النوم، يعني معناها ان كان لما يخش البيت كان بسيط جدا جدا وبيحاول ان هو يتغافل عن الاخطاء، ما بيحاولش ان هو يخش كده ميكروسكوب على كل خطا، الطبقه ده محطوط هنا ليه والبتاع دي مش نظيفه ليه وهنا الانتريه مطرب ليه والسجاده دي واقع عليها طبيخ ليه، ما يقعدش يركز على كل حاجه لان ده موضوع مزعج جدا جدا للزوجه. فاغلب المشاكل تتحل بكلمه بسيطه، يعني ممكن الزوجه غلطت، ممكن الزوج يواجه الزوجه، ايه المشكله؟ واجه الزوجه ولكن باسلوب حلو جميل، ويا حبذا لو كان الاسلوب بشكل غير مباشر، هي غلطت غلطه معينه، فبدل ما تقول لها انت كده غلط، انما ممكن تقول لها ايه؟ والله حبيبتي ربنا يبارك فيكي، كنت ارى ان كان من باب اولى لو كنت عملت كذا كان هيبقى احسن ان شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. والله انا حصل موقف بين صاحبي وبين زوجته، وكان حصل انهم عمل حصل كذا او حصل منها كذا، فهو قال لها كذا فقالت له كذا، وده كان اجمل تصرف ما شاء الله، يعني شكرت عليه صديقي عشان عمل كده، وبشكر زوجته كمان عشان هي اتصرفت بالشكل الفلاني، وهكذا. إذا فالمسألة أن أغلب المشاكل في بيوت المسلمين بفضل الله بالرفق وباللين وبالرحمة وبالتسامح، وأجي على نفس مرة وهي تيجي على نفسها مرة، بفضل الله الأمور كلها تعدي بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف قد إيه رفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإزاي أن النبي علمنا نعمة الرفق. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وفي رواية مسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، الإسلام لما انتشر انتشر بالرفق واللين والرحمة والخلق والتعامل والود والأشياء الجميلة دي كلها، كان أعظم أسباب انتشار الإسلام في بلاد المسلمين بفضل الله. إسلامنا دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، وربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، وله 100 رحمة سبحانه وتعالى، أنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفعت الرحمة الواحدة إلى 99 رحمة حتى يتطاول إبليس ويظن أن رحمة الله ستسع من كثرة الرحمات التي يجدها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أخوي وحبيبي، المولى عز وجل بيقول لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ده بيقول كده لحبيبنا اللي هو صاحب أعظم قلب رحيم وحنين صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام لما أمرهم أنهم يذهبا إلى فرعون عشان يدعوا إلى الله، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى. شوف لي كلمة طغى، طب يا رب اللي طغى ده نعمل فيه، هنعمل فيه إيه؟ ده طغى، ده ربنا اللي قال كده. قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قتادة، سيدنا قتادة رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وأرضاه،
لما قرأ هذه الآية يعني اتعجب وقال سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى، وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وبكى وقال سبحان ربي الأعلى. خدت بالك من المعنى الجميل ده؟ ولذلك الصحابة والسلف والتابعين وتابعي التابعين ورثوا الرحمة ورثوا الرفق ده من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لك موقفين في غاية العجب، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كان في تابعي جليل اسمه إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، في يوم من الأيام خارج من بيته راح المسجد قبله واحد يهودي، وانت عارفين اليهود هم اليهود في كل زمان ومكان. فاليهودي أعزكم الله سحب كلب بسلسلة فماشي، فقابل إبراهيم بن أدهم فقال يا إبراهيم، قال ماذا تريد؟ قال خد بالك من اللفظ، قال ألحيتك دقنك ديت، ألحيتك خير من دنب كلبي أعزكم الله، يعني ديل كلبي أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ طب بالله عليك أخوي وحبيبي، لو أنت مكان سيدنا إبراهيم بن أدهم هتعمل إيه؟ ده بقى يهودي وبيشتمك ويقولك لحيتك ولا دنب الكلب؟ فإذا بإبراهيم بن أدهم يقول له والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي، وإن كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. فقال اليهودي والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جاء رجل إلى الإمام الشافعي، الإمام العالم اللي كان فعلا مشهور جدا، وكل الأئمة طبعا على خلق، لكن الإمام الشافعي حقيقة كان مشهور بخلق عالي جدا. ففي يوم من الأيام وهو خارج من المسجد قابله واحد من سفهاء القوم فقال له أنت الشافعي؟ قال أنا الشافعي. فقال والله إنك فاجر فاسق. يا سبحان الملك، واحد بيقول الإمام الشافعي اللي هو يعني أخلاق الدنيا كلها فيه بيقول له أنت فاجر فاسق. فالإمام الشافعي نظر إليه برحمة وحنان وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي، وإن كان غير ذلك ومرضيش يقول، وإن كان كاذبا مرضيش يقولها، شوف الأخلاق، قال وإن كان غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. يقول الرجل فوالله ما كان من إنسان على وجه الأرض أحب إلي من الإمام الشافعي بعد ذلك. خدت بالك المعنى الجميل؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الرفق فعلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تشوف بقى أحواله مع الرفق، وهو ده بقى موضوع الحلقة كلها، شوف قد إيه النبي تناول موضوع من عائشة بأمر بسيط جدا، انكسرت الصحفة خلاص هاتي صحفة غيرها واعملي أكل غيره وطعام بطعام وإناء بإناء وانتهت المشكلة خلاص. لكن عشان أعمل على كل حاجة صغيرة قد كده مشكلة، البيت عمره ما هيستقر والحياة مش هتستقر والعيشة هتبقى صعبة جدا جدا. عشان كده من رحمة ربنا إنه خلى العصمة في يد الرجل، إن هو لما الزوجة تنرفزه تزعله يقدر يمسك أعصابه، يقدر يتغاضى، يقدر يجي على نفسه شوية. لكن لو العصمة في يد المرأة، المرأة بطبعها عاطفية جدا وطيبة، وأقل حاجة بتزعلها وأقل حاجة بتفرحها، لو بصلها بصة مش كويسة تقول له أنت طالق، لو الأكل ناقص ملح أنت طالق، لو عمل مش عارف ايه، فممكن تطلق كل يوم 25 مره. انما رحمه ربنا ان ايه، ان العصمه بيد رجل. واختم بالطرفه الصندوقه كده ونطلع الفاصل. احد مشايخنا بيحكي ان زوجه وزوجته، والزوجه كانت عنيفه شويه، فعملوا مشكله مع بعض، فراحت سحبه الشوم وراح جري وراه، فهو عامل حساب اليوم دوت فلعب رياضه ومتظبط يعني، فراح انبطح تحت السرير، فهو برضه واقفه له مش عايز تسيبه، فبتقول له لو راجل اطلع لبره. فبص لها من تحت السرير قال لها مش طالع وهنشوف كلمه مين اللي هتمشي. طبعا كلمته هو اللي هتمشي لانه مش هيقدر يطلع. طبعا اخويا وحبيبي اختي الفاضله، ربنا يبارك فيكم ويجمعنا اياكم على خير يا رب العالمين، ويحفظ بيوتكم من كل المشاكل يا رب العالمين، ويجعلها بيوتا سعيده امنه مطمئنه. اخويا الحبيب فاصل قصير وارجع لك تاني، اوعى تروح يمين او شمال، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. ما زلنا في بيت النبي بنشوف قد إيه رفق النبي. تعالوا نسمع شوية حكايات كده جميلة عن رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا منتظر تواصلكم والإس إم إس إن شاء الله في الحلقة وطول الأسبوع عن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وعن آرائكم برضو إذا كنتم محتاجين نتكلم في موضوع معين في الحلقات دي إن شاء الله تحت أمركم إن شاء الله. ويعني ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، ويجمعنا وإياكم على الخير دائما.
آمن. أو من عائشة تقول كما في الصحيحين: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما كانش في إثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما يختار الأيسر صلى الله عليه وسلم. لما اشتد إيذاء المشركين على المسلمين والصحابة رايحين يشتكوا للنبي يا جماعة، والحديث رواه مسلم، راحوا قالوا له: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ هو الدعاء على المشركين حرام يا جماعة؟ يعني احنا لما يجي ندعي على المشركين حرام؟ فالنبي عليه السلام حب يعلمهم درس حلو قوي. احنا ممكن ندعي على المشركين، وطبعا اكيد ربنا هيستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عنده اولويات، عنده اولويات ان المشرك ده لو اهتدى احسن ما يهلك. يعني اتمنى هداية المشرك ولا اتمنى ضياعه، بالعكس ده: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قالوا له: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله أكبر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. يتأذي النبي، يترمي سلى الجزور على ظهري، يترمي التراب فوق رأسي، يوضع يعني يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر 9 مؤامرات لقتل النبي، ويتهم في عرضه، ويطرد من مكة وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم يؤذى ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. خد بالك قوة النبي كانت قد ايه يا جماعة؟ هل النبي ما كانش قادر يرد على الإزاء ده كله؟ كان قادر. قوة النبي يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى ب4000 رجل. ما عرفش احنا قلنا الكلام ده هنا في القناة هنا ولا لأ، لكن فعلا قوة النبي كانت ب4000 رجل. معلش عايزين الدليل، محتاجين الدليل. اسمع الدليل بعد ما تصلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. في البخاري إن سيدنا أنس بن مالك بيقول لسيدنا قتادة، بيقول له: إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. قوة كم رجل؟ 40 رجل. طيب زاد أبو نعيم في صفة الجنة أن أنس قال لقتادة: إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. يبقى قوة النبي 40 رجل من إيه؟ من أهل الجنة. طب قوة الرجل من أهل الجنة بقد إيه؟ نرجع لحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أنه قال صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. طيب اضرب 40 في 100 يطلع كام؟ 4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. 4000 رجل، ورغم ذلك لم يقتل في عمره كله الدعوي 23 سنة إلا رجلا واحدا اللي هو أبي بن خلف، وكان لها سبب. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدافع، يريد أن يتألف قلوب المشركين، يريد أن يسلموا جميعا، يريد أن يعبد الكون كله لله، كما قالها تلميذه النجيب ربيعي بن عامر لما سأله رستم قائد جيش الفرس: من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. طيب تعال نشوف موقف عجيب جدا. حديث رواه البخاري، النبي قاعد وسط الصحابة بيعطيهم درس، وفجأة دخل رجل أعرابي لم يسلم بعد، دخل أعزكم الله تبول في المسجد. الصحابة لما شاف المنظر فقالوا: ما؟ ورفعوا السيوف ويقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، اتركوه لحسن ينضر. فلما انتهى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لأولئك الصحابة، قال: أهريكوا عليه سجلا أو ذنوبا من ماء تطهر الأرض، خلاص ارموا بس جرد المية كده والدنيا كلها تطهر. ثم اقترب من رجل وقال: إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من تلك القاذورات، وإنما هي للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. فقال: أعلم. في رواية بقى خارج البخاري قال: أعلم، وإنما جئت لأختبر رحمتك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية تانية أن رجل تفاعل مع هذا الموقف العظيم وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فضحك النبي وقال: لقد تحجرت واسعا. ربنا بيقول: ورحمتي وسعت كل شيء، أنت عايز رحمة لي أنا وأنت بس؟ خدت بالك؟ أدي موقف عجيب جدا. تخيل حضرتك لو مكان النبي، واحد جاي يعمل العملة دي قدام عينيك في المسجد، ماذا تصنع معه؟ أدي رفق النبي، أدي لين النبي، أدي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تاني جميل أول رواه البخاري ومسلم في بداية الدعوة،
والمشركين بيحذروا الناس كلهم ان هم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل كان سيدا في قوم اللي هو الطفيل بن عمرو الدوسي، جاء من قبيل الدوس من بلاد اليمن، فجاء ليحج. فلما دخل تلقاه كفار مكة، قالوا له يا طفيل أنت رجل عاقل، اوعى تسمع لمحمد فإنه يفرق بين رجل وبين أخيه وبين الزوجة وبين زوجتي وبين، اوعى تسمع. قال خلاص. قال فوضعت في أذني كرسفا يعني قطن وسدت وداني وطفت حول الكعبة، وبينما أنا طوف قبل بقى لا أريد أن أسمع من قول محمد صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله عز وجل إلا أن يسمعني من قول النبي. ألف سمعت القرآن، سمعت القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فقلت لنفسي يا طفيل أنت رجل عاقل تعلم الحلوة من غيري، وأنت رجل شاعر كمان، ما إيه اللي يدورك أن أنت تروح تسمع لمحمد؟ فذهب لي وقال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال ماذا أنزل عليك ربك؟ قال قرآنا. قال اسمعني شيئا منه. فبدأ النبي يطلع القرآن بين أمام طفيل بن عمرو الدوسي، وإذا به ينفتح قلبه للإسلام فأسلم. فلما أسلم كان الطفيل لسه طبعا في بداية الإسلام، لسه ما تربش على إيد النبي، كان دعوته شوية جديدة شوية. رجع على طول على بلاد اليمن، أول ما دخل على زوجته جاية بتكلمه، قال لها ليك عني ما تكلمنيش؟ قالت له خير؟ قال لها أنا أسلمت ودينك يعني على الشرك وأنا ماليش علاقة بيك. قالت له خلاص ولا يهمك، دينك ديني وقد أسلمت معك لله سبحانه وتعالى. فرضي بذلك. وبعدين دخل عليه أبوه وأمه، وليكما عني ما حدش فيكم يكلمني، خير يا ابني أنا أسلمت. قال له خلاص وإحنا كمان إيه؟ لكن مش كل الناس هتستحمله يعني، خد بالك يعني لما كل واحد يقرب يقول له إليك عني مش أي حد يستحمله، قرايبه يستحملوه إنما الناس بره مش هيستحمله. فلم يسلم على يديه أي واحد إلا أبوه وأمه وزوجته. فراح رايح للنبي ورجع من اليمن لحد مكة وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أبت دوس وكفرت، فادعوا الله على دوس. وإذا بالحبيب المصطفى يقف ويرفع يديه ليدعو، فالصحابة حطوا إيديهم على رأسه قالوا بس هلكت دوس، ما دام النبي هيدعي عليهم يبقى هلكت دوس. وإذا بالحبيب المصطفى الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهدى الله قبيلة دوس، وكان من بين من أسلم من قبيلة دوس أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، راوية الإسلام الذي عطر الكون كله بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موقف تاني برضو جميل جدا جدا من مواقف الرحمة والرفق واللين اللي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان في رجل اسمه زيد بن سعنة أو زيد بن سعنة، الرجل ده كان حبر من أحبار اليهود. النبي استلف منه بعض التمر واداله معاد يسد له التمر فيه، يرجعوا للطمر فيه. فالرجل جه بدري عشان ايه؟ لغرض ما في نفسه، انا اروح بدري قبلها مثلا ب 15 يوم ب 20 يوم واطلب منه التمر. فذهب ودخل على النبي، ودخل عفوا يعني طول لسانه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له انكم بنو عبد المطلب قوم مطل في الاداء، يعني دايما بتمطلوا دايما بتتعبون و فاذا بعمر بن الخطاب واقف جنب النبي. عمر بن الخطاب لا يتحمل هذا الكلام، فرفع سيفه وقال أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟ والله لولا أني أخشى غضب النبي لقطعت رأسك. بيقولوا أن أنا خايف أن النبي بس يغضب عليه كنت قطعت رأسك. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العالي يقول ما أردنا منك ذلك يا عمر؟ قال وماذا أردت يا رسول الله؟ قال أردت منك أن تطلبني أو أن تسألني حسن الأداء وأن تسأله حسن الطلب، كنت تأمرني أن أنا أأدي اللي علي وتأمره هو أن يتكلم بأدب شوية بس، إنما ترفع السيف وعايز تقتله ليه؟ فقال له يا عمر اذهب إلى بيت مال المسلمين فأعطيه 20 صاعا من تمر لما بتوعه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. طبعا عمر بن الخطاب لما رفع السيف الرجل يعني أنا مش قادر طبعا أوصف لك اللي حصل له يعني، خد بالك. فالمهم إيه؟ فقال وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. عمر بن الخطاب ماشي معاه وهم ماشيين في السكة، فجأة زيد بن سعنة قال له ألا تعلم من أنا يا عمر؟ قال من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة حبر اليهود. قال سبحان الله، وما الذي حملك على ذلك؟ اللي خليك تقول كده؟ واللي خليك تكلم النبي بالطريقة دي؟ قال يا عمر قرأت صفة النبي في التوراة وفي الإنجيل وعلمت كل صفة النبي وتأكدت أنه نبي، وكان لم يبقى لي إلا أمرين. إيه هما؟ أنه يسبق حلمه جهلة، وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما وأني قد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، لما النبي طلع على رجليه المتعبتين يا جماعة الخير 90 كيلو من مكة للطائف على رجليه، طب ليه خرج على رجليه؟ هو النبي ما كانش عنده دبة؟ كان عنده دبة. حتى طب لو ما كانش عنده حتى دبة، ما كانش يقدر يطلب من الصحابة دبة يروح بها من مكة للطائف؟ كان عنده وكان يقدر يجيب من أي مكان. بس النبي لما حب يروح للطائف ما حبش المشركين يمشوا وراه، فحب يخرج على رجليه كأنه بيتمشى في مكة عادي خالص، وبعدين يقوم طالع على الطائف. ليه؟ عشان ما حدش يمشي وراه. فمشي على رجليه المتعبتين صلى الله عليه وسلم 90 كيلو لحد ما وصل إلى الطائف. طلب منهم أن يستجيبوا لدعوة الله ولدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا، ويا ريت اكتفوا بكده وبس، بل إنهم قعدوا يتريقوا عليه ويسخروا منه صلى الله عليه وسلم، وصفوا له صماطين من النساء والصبيان، وبدأوا يحدفوا النبي بالطوب، ونزفت الدماء الشريفة، ودخل بستان أو حائط لبعض بني شيبة، والدعاء المعروف اللي انت عارفينه، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر الدعاء. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: فذهبت وأنا مهموم، خرجت من الطائف وأنا مهموم، حتى وصلت إلى قرن الثعالب. قرن الثعالب بينه وبين الطائف حوالي 5 كيلو، النبي ماشي 5 كيلو مهموم جدا. قال: فإذا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل، فنادى علي وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت. فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلين بين مكة، جبلان بين مكة والطائف، يعني أجيب الجبل ده على الجبل ده وهم في النص وموتهم. فإذا بنهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله! وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وخرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، وهكذا. شوف قد ايه رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان فيه برضو موقفين تانين جمال جدا جدا، لكن هنحكيهم مع بعض إن شاء الله بعد فاصل قصير. خليك معايا، هرجع لك بعد فاصل قصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال أحكي لكم آخر قصة صغيرة كده، ونشوف بعدها أنواع الرفق كده في عجالة. وأنا في انتظار إن شاء الله يعني الاسماس بتاعكم، وفي انتظار اتصالاتكم إن شاء الله في آخر حلقة إن شاء الله، وفي انتظار تواصلكم طول الأسبوع عن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وأراءكم برضو، ونحاول نتواصل من خلال إن شاء الله نحن نعرف برضو لو في مواضيع معينة عايزين نتكلم فيها، برضو مستني اقتراحاتكم الجميلة. كان في واحد اسمه عمير بن وهب، واحد اسمه صفوان بن أمية. عمير بن وهب وصفوان بن أمية بعد غزوة بدر مباشرة، بعد ما اتقتل 70 من يعني عتاولة الشرك والوثنية والكفر، وقفوا بيتكلموا كده عند الحجر كده، فواحد فيهم بيقول: والله ما في العيش خير بعد قتل القليب، الناس اللي اتقتلوا في بدر وترموا في القليب في البئر. فقال له عمير بن وهب: والله يا صفوان، لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. صفوان كان رجل غني، فقال: دينك ديني، خلاص علي، أنا اللي هديلك دين، وعيالك عيالي، فاذهب الآن واقتل محمدا. عمير بن وهب راح البيت عنده، ولع النار، وراح حاطط السيف في النار لحد ما السيف احمر، وراح دسه في السم، فأصبح السيف مسموما، على أساس أن أي ضربة تيجي في أي جزء من جسد النبي يموت في ساعتها صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب عمير من مكة إلى المدينة يريد قتل النبي. لما رآه عمر بن الخطاب قال: عمير بن وهب شيطان قريش، والله ما جاء إلا لشر. عمير طبعا كان عنده حجة يقدر يروح بها من مكة للمدينة. إيه الحجة بتاعته؟ أن هو ابنه مأسور في غزوة بدر، ابنه اتأثر في غزوة بدر، فبالتالي لما يخش هناك لو حد جه قال له: انت جاي ليه؟ يقول له: ده انا جاي عشان افدي ابني، وادي الفدوى الفدية بتاعته اهي، جايب معايا فلوس عشان افدي ابني، فما حدش يقدر يتكلم. فلما دخل اخذه عمر بن الخطاب ودخل به على النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر. قال: يا رسول الله، انه يحمل سيفا. قال: دعه يا عمر، ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: ما جئت الا من اجل فكاك اسيري، جاي افك الاسير بتاعي. قال: اصدقني يا عمير. قال: والله ما جئت إلا من أجل ذلك. قال له: فما بال هذا السيف الذي في عنقك؟
امال السيف ده انت شايله ليه بقى طالما انت جاي تفدي ابنك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل اغنت عنا شيئا يوم بدر؟ ما احنا قعدنا يوم بدر اتضربنا لحد ما جالنا حب الشباب، فيعني هي السيوف دي عملت حاجه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل جلست انت يا عمير مع صفوان بن اميه في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا، وجئت الان لتقتلني والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير: والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عمل إيه مع الرجل ده رغم أن النبي عارف أنه جاي عشان يقتله؟ ورغم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا له أسيرة وأكرموا هذا الرجل وفقهوه في دين الله. الله أكبر. في أكتر من كده يا جماعة. عاد بعد ذلك عمير بن وهب إلى صفوان بن أمية، وبعد ذلك بفترة كان سببا في إسلام صفوان بن أمية بفضل الله سبحانه وتعالى. من مواقف الرفق دي كلها نطلع بالمشهد الجميل ده اللي هو إيه؟ قول المولى عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من المشهد او من المشاهد دي كلها نطلع بان احنا لابد ان نتاسى ولابد ان نقتدي بالحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي علمنا الرفق بكل شيء في الكون، بدءا من الوالدين، ابوك وامك، حبيبك، حتى لو كانوا مشركين، حتى لو كانوا مشركين وبيدعوك الى الشرك. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الشرك والكفر والمعصيه لا، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. ربنا مش هيقبل منك لا صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا أي شيء إلا لما تبر أمك وأبوك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد العق لوالديه، يبقى رقم واحد الرفق بالوالدين. رقم اثنين الرفق بالأقارب، صلة الأرحام، أخوي وحبيبي. حديث رواه مسلم: جاء رجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويسيئون إلي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له الحبيب المصطفى: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. لو ليك قرايب مش ملتزمين باللين وبالرحمة وبالهدية وبالتعامل الطيب وبالألفة والمودة والرحمة، كل ده إن شاء الله يتصلح، لكن تخلي أسوتك وقدوتك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الرفق بمين تاني؟ الرفق بالزوجة والأولاد. اسمع لكلام حبيبك واطلع من الدرس ده كله بالحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الله، والله محتاج يتعاد تاني، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لو البيت فيه رفق من الزوج ومن الزوجة ومن الأولاد، أعرف إن ربنا أراد بأهل هذا البيت خيرا بفضل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصيته كما عند مسلم: الله الله في النساء. الرفق بمين تاني يا جماعة؟ الرفق بالجيران. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وفي رواية مسلم: فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره. الرفق بمين تاني يا جماعة؟ الرفق بكل الناس اللي حواليك بالدنيا كلها. احنا دعوتنا دعوة عالمية. أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب المسلمين. حد يفكرنا؟ لا، رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين كلهم. طب وآخر سورة في القرآن؟ حد يفكرني برضه؟ قل أعوذ برب المسلمين. لا، قل أعوذ برب الناس. يبقى أول آية الحمد لله رب العالمين، آخر سورة قل أعوذ برب الناس، فهي دعوة عالمية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي رحمة للإنس والجن والبر والفاجر، كما قال أهل التفسير. فالنبي رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الرفق بمين كمان؟ الرفق تخيل حتى بمين؟ مش هتصدق، حتى بالدواب عزك الله. بالدواب، أي نعم. يخبر الحبيب المصطفى كما عند البخاري قال: غفر الله لامرأة بغي سقط كلبا. الله. طب عايزك كده تتأمل الحديث ده بالله عليك ونختم بيه.
حاجة غريبة قوي. تأمل الحديث ده، واحدة بغية، يعني المرأة دي بتتاجر بعرضها، يعني فعلت الفاحشة آلاف المرات أو مئات المرات، وبسقيا كلب تساوي ألف مرة فعل فاحشة. طب بالله عليك ركز معايا كده بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم بيوضح المسألة دي. أولا واضح من سياق الحديث أخوي وحبيبي إن المرأة دي كانت ماشية في صحراء. الدليل على كده إيه؟ إن هي لو كانت ماشية في مدينة كانت ولقيت الكلب عطشان أعزكم الله، كانت نادت على واحد لو سمحت يا فلان تعالى اسق الكلب ده لو سمحت، والموضوع انتهى. لكن واضح إنها كانت ماشية في مكان ما فيهوش ناس، ده أولا. ثانيا المرأة البغية تتزين وتتجمل، يعني عامله شعرها مش عارف ازاي، وحاطه مكياجات ازاي، وعامله يعني عامله بقى مزينه نفسها ولبس اجمل لبس. فبالتالي لو نزلت البير هتتعرض لحاجه من الاثنين، يا تموت يا اما على الاقل مكياجها وحاجتها ولبسها هيتبهدل. ففي كل الاحوال هي بتعرض نفسها للخطر. طب الحاجه الثالثه، يا ترى كان في حد هيصورها عشان ينزل خبر في جورنال او في جريده او في فضائيه ان هي اتقال جمعيه الرفق بالحيوان؟ لا، إنما هي عمل ده كله ابتغاء مرضات الله. يقول الإمام ابن القيم: فلما فاضت أنوار التوحيد من قلبها طغت على ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. واضح المعنى الجميل ده؟ فشوف ربنا غفر لها بإيه؟ بالرفق، باللين، بالرحمة. قال علي بن أبي طالب: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك. بالرفق أخوي وحبيبي ربنا هيحرم جسدك على النار. يقول صلى الله عليه وسلم عفوا سمحوني، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: تحرم على كل قريب هين سهل. الله، عشان كده الرفق اللي احنا اتكلمنا عنه ده اللي يتحرم منه والله الذي لا إله غيره هيبقى اتحرم من كل حاجة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. اللي يتحرم من الرفق يبقى اتحرم من كل خير موجود في الدنيا دي كلها. قبل ما تلقى اتصالاتكم تعالوا نعيش في لحظات بسيطة كده مع الهدايا الجميلة التي وصلتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت سمر وعبير من مصر، ونورة سعيد، وشيماء من السودان، ومروة عبد الحليم، وسومة، ووفاء، ومريم 14 سنة، كلهم لبس الحجاب ما شاء الله مبروك عليكم. وفاء أحمد قالت: عملت مقالات على النت عن النبي عليه السلام لنوضح أخلاق النبي وبعتها للمواقع اللي بتسب النبي صلى الله عليه وسلم. مي من القاهرة، وأحمد محمد، وأسماء، ونانسي، ونرمين، وعبد الرحمن، ورحاب، وولاء 17 سنة، حافظين على صلاة الفجر وقيام الليل وحفظ القرآن. رانيا عاطف قالت: عملت جدول بكل البرامج الدينيه المفيده وبقيت ابعتها على المسلمين. ام احمد من القليوبيه قالت: بدات اوزع كتاب صفه صلاه النبي اللي هو الكتاب الصغير بتاعي، قالت بدات اوزعه على الناس كلهم او قدر استطاعتها يعني. الاخت دينا وهند مصطفى ووالدتهم اخت الحاجه حكمه ابراهيم قالوا: بنصلي على النبي كل يوم 1000 مره، وبنستغفر 1000 مره، وبنصلي قيام الليل. من اعجب الاس ام اس اللي جت الاسبوع ده الاستاذ محمد القحطاني، رجل اعمال سعودي، قال لي: اتبرعت بمليون ريال لاسره فقيره جزاه الله خيرا. حاجه منال 53 سنه قالت: قبلت ايد امي لاول مره، قلت لها سامحيني ان انا ما قبلتش ايدك قبل النهارده. يا ريت كل واحد قاعد قدامي دلوقتي لو امه او ابوه قاعد جنبه يقبل ايديهم، ربنا يبارك فيكم. الاستاذ احمد طارق ويوسف عبد العزيز من السودان، والاخت وئام، وام مختار، وساره 16 سنه، قالوا: بنحافظ على قيام الليل والصلاه الخمس والقران. الاستاذ نبيل جمعه وسيد محمد قالوا: بطلنا الدخان سجاير يعني. ام فارس من اليمن قالت: كلما توضات صليت ركعتين لله زي ما سيدنا بلال كان بيعمل رضي الله عنه وارضاه. ام هشام بتقول: والله يا شيخ انت سبب توبتي، وانا تركت سماع الغناء هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. صفاء فتح من سوهاج 14 سنه قالت: هديتي للنبي ان انا اكون سبب في هدايه واحده متبرجه تلبس حجاب. سالم محمود ومازن وفاطمه من السودان وهدى وسلوى بيصلوا على النبي كل يوم 1000 مره، يا بختكم. داليا وتغريد وسميه قالت: ان شاء الله كل واحده منهم هكون طبيبه علشان انفع الامه. الشريفة آمال، معرفش هو اسمها ولا هي اسمها آمال فقط، قالت: اشتريت كتاب حكاية عمو محمود ووضعته في المسجد الاستعارة لأبناء المسلمين. زينب 17 سنة قالت: أصبحت، إن صح القول يعني، أصبحت مدمنة بذكر الله.
لذكر الله يعني بذكر ربنا كتير، صابرين وبسمه واميره صيام نوافل، حاج شوقي بناء مسجد كبير جزاه الله خيرا ما شاء الله، كل حلقه في واحد بيبني مسجد او اتنين، عدد كبير جدا بقى جاني اس ام اس على يعني مش اس ام اس، جت مسجات على التليفون، عدد كبير جدا جدا قالوا بسبب الحلقه اللي فاتت تركنا الغيبه والنميمه مش هنجيب سيره حد الا بالخير. اخر حاجتين دكتور احمد قال هعالج 30 حاله مجانيه في عيادتي كل شهر. الاستاذ محمد الماحي قال نقبت زوجتي وبعلمها سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ابقى هنستقبل حاله تليفونات لكن ما انساش اقول الواجب، الواجب الاسبوع ده حبايبي اللي بحبكم في الله اهلي واسرتي وناسي، الواجب ان شاء الله الاكثار، مش هقول بقى 1000 ولا 2000، الاكثار من الاستغفار والصلاه على النبي، ده رقم واحد. رقم اثنين صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده. رقم ثلاثه يا ريت الاسبوع دوت زيارة لأقرب مستشفى ليك وهدية بسيطة ندخل بها السعادة على مريض من المرضى، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. ومعانا التلفونات. سلام عليكم. أستاذة رشيدة من ألمانيا، سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا يا شيخنا. يا أهلا وسهلا بحضرتك. عندي أخوي في إسبانيا عنده حق الإقامة في إسبانيا بس هو عايش معي أنا، عايش معنا هنا في ألمانيا. هل عنده حق صلاة تقصير ولا يصليها حج؟ معلش أنا الحقيقة الصوت مش واضح عندي خالص، فمش عارف أختنا رشيدة قالت إيه. لكن ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة عندي أخوك عنده حق الإقامة. عنده حق الإقامة بإسبانيا. بإسبانيا. بإسبانيا بس نعم. هو عايش معي بألمانيا. أي نعم فهمتك. هل عنده حق يصلي صلاة تقصير ولا يصليها عادي؟ صلاة قصر ولا عادي؟ هو طول ما هو مسافر عموما، طول ما هو على سفر بيقصر ان شاء الله، وله الحق لما يوصل حتى بلد انه يقصر لمده 4 ايام وبعد ذلك يتم الصلاه ان شاء الله. بس هو يا شيخ عايش معي هذه تقريبا 5 سنوات. بقول لحضرتك هو المعتمد هنا اخت رشيده بالمكان اللي هو بيعتبره بلده الاصل اللي هو عايش فيه، لو هو بلده الاصل اللي هو عايش فيه اللي هو بيعتبره دلوقتي بلده هو اسبانيا وعايش مع حضرتك في المانيا زياره فقط، فيتم فيقصر الصلاه 4 ايام ثم بعد ذلك يتم ان شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك. معنا استاذ محمد من مصر. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا استاذ محمد. انا كنت عايز حضرتك عايز حلقه في جهاد النفس. جهاد النفس حاضر عينيا. الواحد ده بيصلي وبيعمل كل حاجه وبتيجي حاجه صغيره تضيعه. حاضر عينيا استاذ محمد. ويا ريت انا نفسي اكلم حضرتك وقابل حضرتك شخصيا. عينيا حاضر، خد الرقم بالكنترول ان شاء الله وتحت امر حضرتك استاذ محمد، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير على اتصالك الجميل ده، ربنا يبارك فيك يا رب. مين معانا؟ استاذ مصطفى من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمود. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ والله يعني انا نحبك في الله والله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. نشهد الله العظيم رب العرش العظيم ان يعني نحب الصالحين يعني ونحترم من هؤلاء الصالحين. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك ويسترك يا رب. فنسالك يعني في الدعاء ربنا يتقبل منك يا رب من كل يعني اخواننا المخلصين يعني والله يعني ولا نحسبك الا من هؤلاء يعني. الله يبارك في عمرك. ربنا يبارك في عمرك. يعني هو طبعا الواحد يعني لما يتذكر يعني ويسمع سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اسمح لي قادر اتكلم والله يا اخي يعني انا كاد يعني فعلا يعني يعني في رهبه كده ووجل يعني الله العظيم رب العرش العظيم يعني ان هو يغفر لنا ونسالك يعني انت يعني ان شاء الله تدعمني يعني الله يحفظك. حاضر يا مصطفى عينيا حاضر. ولكن لما تسمع يعني سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجد يعني الواحد يعني بيهتز يعني وطبعا الواحد يعني بيحزن على نفسه ان هو يعني مقصر يعني سبحان الله ان هو يعني طبعاً. يعفو عنا ويغفر لنا ونسالك يعني تدعمنا عشان ما نقولش على حضرتك. هو حينما نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم بنشعر بالبركات فعلا بتحل في هذا المكان. خد بالك احنا دلوقتي عايزك تحس ان انت لسه لحد اللحظه ديت ما زلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. معانا مين يا استاذ شريف؟ استاذه انغام من مصر. معانا مين يا شريف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك. انا بحبك في الله والله العظيم. ربنا يحبك ويسترك يا رب ويجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله. انا عايزه ابقى مش سامع شيخ وفي بلد الالتزام والله ما شاء الله ما شاء الله. وحياتك من الناس المصرفيه جدا يعني ربنا يحفظك يا رب. مش عارفه
ازاي بجد انا مش انا بكلم حضرتك يعني. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. انا عايز حضرتك سؤال. اتفضلي يا اختي ارغام. انا طبعا بعشق حاجه اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعشقه يعني، انا بحبه جدا يعني، اتمنى ان اعرفه الجنه باذن الله. ربنا يكرمك يا رب. عايز اعرف حاجه، كان في جدل كده بيني وبين اختي ان الصلاه في الشتين حرام يعني ما تنفعش، فعايز حضرتك تجاوب عليها بالله عليك لانها بجد صار جدا. الصلاة فين؟ في الحسين. اه نعم. فقيت انها صلاة في الحسين ما تنفعش وحرام وكده، فانا كنت عايزة تتكلم في الموضوع ده حتى لو بعدين يعني. حاضر. وعايزة هديتي للنبي برضه عليه الصلاة والسلام. انا نويت باذن الله اعرف الزي الشرعي يعني، ده هدية للنبي ربنا يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. طب ناخد اخر اتصال ان شاء الله. حاضر. استاذ حسن من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشوفنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. معلش. نشوفنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الذكر الذكر. معلش الصوت مش واضح عندي يا سيف خالص. الذكر. طب يا ريت يا ريت توطي التلفزيون بس وتسمعني عبر التليفون إن شاء الله. اتفضل يا أستاذ حسن. الذكر كان يذكر بالسبحه ولا بيذكر؟ اه بالسبحه ولا باليد يعني؟ حاضر. نعم. حاضر انا يا حاضر. انا يا حاضر، ربنا يبارك في حضرتك يا رب العالمين. الحقيقه يا جماعه طبعا انا بحب يكون ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، بحب يكون الاسئله كلها في اطار الموضوع يعني وكده. طبعا الاسئله طبعا الحمد لله في برنامج فتاوى في القناه، ربنا يجعلنا واياكم من اهل الخير دائما ان شاء الله ويبارك فيكم. يعني الذكر اخويا استاذ حسن ربنا يبارك فيك، الافضل طبعا هو يكون بالانامل لان الانامل دي تشهد عليك. لكن موضوع السبحة بعض العلماء رخص فيها وبعض العلماء قال لا، وإن كان المسألة فيها ساعة الحقيقة يعني مش هكون مجال خلاف يعني، لكن أنا عن نفسي بفضل أنها تكون بالإيد. وأحيانا بعض الناس بس لا تدخل في إطار المباهاة، بمعنى إن ما كنتش ماشي في الشارع وماسك السبحة وعملها كده للناس يعني الموضوع بيبقى أقرب للرياء. إنما لو كان أحيانا بعض الناس بتقول والله السبحة بتعيني جدا على كثرة الذكر وأنا قاعد في البيت، لا مانع ولا بأس، ايه المشكلة وانا قاعد في البيت ماسك السبحة، السبحة مثلا 99 ولا 100 حباية، فاستطعت ان انا خلال 10 مرات خلصت ما شاء الله، صليت على النبي 1000 مرة ما شاء الله، ما فيش مشكلة ما دام في اطار بعيد عن المرآة، وان كان الاولى زي ما قلنا على الاصابع. لو حبيت ان انت تعد وهتخطئ ولا حاجة زي كده فما فيش مشكلة، يكون في مكان برضو ما يكونش يعني ايه رياء امام الناس ولا حاجة زي كده. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. حي الوقت معاكم بيجري بسرعة غير عادية، وبحب بكم في الله. وسؤال الاخت ان شاء الله بتاع موضوع مسجد الحسين ده محتاج تفصيل شويه، وان كان الاصل فيها ان احنا ما نصليش في اي مسجد فيه مقابر، وده يعني شبه اتفاق بين اهل العلم، فهذه مساله احنا عايزين نقول ان احنا نخرج من خلاف. وعلى فكره سيدنا الحسين مش مدفون هنا، سيدنا الحسين يعني في العراق، واحنا بنقول يا جماعه الخير احنا بنحبكم في الله ومش عايزين يعني نسيبكم ابدا، وعايزين نفضل معكم على طول، لكن الوقت انتهى. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.